القرن لو فضلنا بعضهم على بعض، منهم من ظلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا بمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبعد الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنا يهدي الله بعد موتها، فأمات الله مئة عام ثم بعدها، قل كم لبث؟ قل لبث يوما أو بعض يوم، قل بل لبث مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نسيها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أمن تؤمن، قال بلى ولكن ليتمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسمعون ما أنفقوا بل لولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله ولي حليم. لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كلا تبادلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل شخوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت سكنها ضعفين فإن لم يشبها بابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة يأكل منها جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات والشرب الكبر وله ذرية ضعفاء يعصروا في نار فأذرقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزق من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فما أنفقتم من نفقة أو نذرة من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات ونعما هي فإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن كنتم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم بالعدل والكاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع الله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تغضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه شهيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتاب إلا أن تكون تجارة عادلة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح هن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاذب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن بنا بعضهم بعدا فليأت الذي تمن أمانة وليتقنا ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوا يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يشعركم بالأرحام كيف يا لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من ربنا لا تزغ وقلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الذين يقولون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وذهب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتنصرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في يدين لقد أبيض القاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون بمثلهم رأي وعين الله يأيد بنشره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب السماوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموبقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وبين بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعان فقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في
شيء فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بشير من عباده إن الذين يكفرون بآيات الله ويقاتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يبغون ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم من يود الذي أولئك الذين اشتروا الدنا أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين وما لهم من ناشرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نقم ما كسبت وهم لا يذنبون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار ولتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا ويعلم الله ويعلم ما في السماوات والأرض الله بكل شيء عليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فأطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية أولادها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني لنذر دونك ما في بدني مهرارا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت ربي إني ودعتها أنسى والله أعلم بما ودعت فليس ذكرك الأنسى وإني سميتها مريم وإني عدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأيام صدقا بكلمات من الله وسيدا وحشورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آية كأن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمجا واذكر ربك كثيرا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين جاءوا وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قل لربك واسجدي وركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم هم يمهد يلقون أقلامهم أيهم يكفر وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح عيسى بن مريم وجهة في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكان هو من الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
ولم التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ربكم تدخلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليخل لكم هذا الذي حرم عليكم أجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله فاشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فمكروا مكر الله والله خير الماكرين إذا قال الله يا عيسى إني متوفي ورافعك إلي ومطيرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم وأقوم بينكم فيما كنتم به تختلفون أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناشرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله يعلم والله لا يحب الظالمين ذلك نفصل عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق فما من إله إلا الله فإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب إلى كلمات سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تصدون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله فإذا لقوكم قالوا آمنا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول بيت وديع إن أرس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وأنتم طائفة من أهل الكتاب ويدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما لا تلبسونا يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم بعد ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم يستشفع برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إنما تمت عليه طيبا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يكفرون بآيات الله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقال لبشر أن يكلمه الله إلا وهي النوم وراء أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أم كنتم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينن ولما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من قبل بالبينات مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإلى أقرتم وأخذتم ما أخذتم على ذلكم مصري قلوا أقررنا قل فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طاعة وكرها وإليه يرجعون ألم تر إلى الملأ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهما نحن مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك الذين أشهدوا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل ثم زادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولم يفتد به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.